جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني او في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا الليلة نحن جينا جينا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء، ورحب بكم. حنعمل تمثيلية صغيرة، اي زول اذا حس في اي لحظه ممكن يشارك، نحن بنرحب بمشاركته. او بعد التمثيليه الصغيره اللي بنقدمها تنتهي، ممكن بعد ذاك يجي يورينا وجهه نظره ويورينا رايه عشان يكون مشارك معنا. البرنامج بيعتمد على المشاركه بتاعت الناس. كتر خيركم، بارك الله فيكم. نشوف الموضوع الليله شنو. يا صفا. يا خالد، كيف؟ تمام. انا كويسه. اهم عليك الليله، شايفك كده متحشمه كده. ومالك الليله؟ انا متحشم ولا انت؟ ده شنو الليله لابسه ده؟ مالي دش 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 يا خالد، ده شنو ده؟ اي مالي، معقوله يا خالد لابس مركوب؟ اي اي عين. انا عايزه اقول لك حاجه. ان احنا الليله ماشيين عيد ميلاد نونا، وانا سايقاك معاي، وبصراحه كده بصراحه يا خالد بلبستك دي انا ما بقدر اسوقك معاي. نونا دي، نونا دي اليومتها قالت لي يلا جاو بس يا هي ذاتها. علي الله، والله الله والله البنت دي. خلاص يا زول نمشي ليها. هسي اعمل شنو انا يعني؟ نمشي ليها؟ ما هو ده حق سيستم. ده سيستم؟ اي هو كده سيستم كده؟ اي لا لا، ده ما سيستم اصله، ما سيستم عين. بس مثلا انا قلت لك البس البنطلون بتاع الكوبايه، ما ده مال كده الاستريت ده. وثم مثلا القمي والبس ليا يا تيشيرتي، يا تيشيرت التيشيرت البينك الكينة ده جابته لك. لا لا يا اخي ده انا. اها والله يا اخي دي اسمع كلامي. اها التيشيرت ده ما عنده مشكله. اها المشكله انا مركته لقيته هنا. ما بس لبست القميص وكفيته ياهو كده هسي ما هنا، والقميص ده هنا لكن كفيته. قميصك ما حلو، بنطلونك ما حلو، والمركوب ما حلو، ودي شنو الحاجه اللي فيها هنا دي؟ ده مال ستايل. عليك الله بالله ستايل. ثم مثلا الحلاقه دي شنو؟ انا قلت لك احلق البتاعه ديك انت ما قلت العبو. نيمار. نيمار؟ اي اي دي الترويحه دي الحديثه يا انت. لا 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 لا، ما حلوه بصراحه كده، بصراحه كده مع نونه ما بتجي. ما امي كمان بعدين بتشاكلنا يا واد. امي شنو؟ نحن فتنا 18 سنه. امي شنو؟ نحن بقينا مسؤولين من نفسنا خلاص. اي ما لكن برضه عشان انت كل ما الحاج الحاج ما انت عارفه بجطينه بالتليفون يا اسمي. ما عندك قضيه بالحاج. انا وانت طالعين مع بعض، هنحنك ماما ونمشي. وصاحباتك دي كلهم بيجوا؟ صاحباتي كلهم بيجوا. عليك الله. اي حنمشي لعيد ميلاد كويس. والبنت دي برضه جايه؟ صحباتي كلهن جايات، حتى كمان اصحابي جايين. اصحابي يقول انا اصحابي كده ما كويسين يا اخي، انت بس جيب اصحابك. مالك ومالهم انت اصحاب؟ اصحابي جايين عشاني انا. يا ما كده يا اخي انت بتحرجيني معاهم يا اخي، انت بس جيب صحباتك يا اسمك عشان الحكايه دك كويسه. هي اصلا جايات. انا بحلق، كان صحباتك جايات انا بحلق شعري ده، وبعمل لك جل، وبدق لك السيستم، وبلبس لك الهنا، وبلبس السبورت ذاك. جابت لي لالا لالا جابتك هاي المعاوة تيشيرتي وهنا الطقم مع بعض. هاي هاي
وثم مثلا البس الساعه البيضاء ما تلبس السوداء دي ما حلوه. اسمع كلامي. اها. هل بدك ما جايه؟ منو؟ هل بتقول لي اشتيت لك خلودي؟ ما جايه؟ جايه نونا. هل بدك تراي تقالها شنو؟ اها. هل بدك اصلا تركيا لكن ترخيص السودان بس. انا صاحباته كلهم كيوت يعني معاد الفكره. اي والله يا وديك اللي بتقول لي يا يلا تشاو كده بتعمل لي تعمل لي كده تشاو. انا وانت قربت ادق كف. معقوله يا خلود؟ معلش. معقوله؟ هسي يعني اها والساعه دي ما عجبتك؟ ما حلوه، قلت لك البس الساعه البيضاء مع القميص البينكي والجزمه البينكي والبس البتاعه ديك ودوك سيستم كده وكوبايه كده حتكون حاجه مبالغه. ما المشكلة انه يعني صعوبة. ما تقول لي المشكلة وصعوبة وغيره، قلت لك ان احنا اتجوزنا 18 سنة وانتهى الموضوع ده. يا اخي انا انت قال شنو؟ انا ما عندي مشكلة لكن يلا خلاص عندي شرط. اها. تأخر انت والله تأخرين يا اخي بعدين انا التأخير ما حنتأخر، كلها الساعة 12 حنجي راجعين البيت. 12؟ اي. رايك شنو؟ حنجي بدري. بعيدة يا خلق الله، امي بعدين بتجود يا اخي هنا يا خلق. يا ولد 12 بدري. ها؟ 12 بدري. ما بدري يا اخي بعدين صوماني الدين جاتهم والله انا ما يا اخي تعرف اليوم عندك احنا اساسا رجعنا الساعه كم؟ بس ما مشكله صاحباتي جايين مالك ومال اصحاب اصحابي ده خليهم بناحيه اتفقنا؟ كويس والبنت ديك برضه جايه معاهم؟ ياتا اسمع منو يا اخي البنت البنت اللي بتشبه نور في مسلسل مهند نينا؟ وهي شعرها حد هنا دي خلاص هنا هنا اه وتاني يا اخي شعره في راسه انت مالك؟ شكلك قفلت عليا يا خلود. خلاص انا احكاكي. خلاص اوكي نمشي. يلا. انا ادخر ها؟ طيب. شنو يا عمك؟ يا حبيب. ها قلت لي كيف؟ كشفت الليله سوق كويس؟ يا زول والله كشفت يا اخي. اها. لكن ما في بردلوبه. فيلم هندي ولا باسطه؟ هلا يا اخي. ها؟ فيلم هندي يا اخي يا عمك والله فيلم هندي جميل جمال مبالغة. والله قصته سمحه سماحه قصته سمحه سماحه البطل بيقتلوه ولا بيقتلوه يا اخي الخاين بيغني اه والبطل بيغني امك والحبيبه بتغني امك واسمها منو ديك هنا شابان باشان باشان شابان ديك ولا اسمه منو بتغني اها حبوبتهم الكبيره ديك حبوبتهم آه. بتغني يا اخي كلهم جق 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 الفيلم بس بدل كده جق كل غنى والله فيه جنوس غنى وفيه بنات سمحة السماحة مبالغة قطعت والله تعرف والله يا انا والله. انا بيعجبني اكون في الجبل فوق أي. يقوم بكوريك لها جوليو اي بيجي ماشيين كده يا دين فيلم سمع والله فيلم سمع انا بيجيب لك بنيتهم البنيه هاي. بيجي يقول لها تم هريك يا تحيا نمحي تم سري هوا تيهما وش 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 انتقام نزرك هي يلا عد علي بالحربة عد علي بالحربة دي الحربة شيب بوت يبرقة تاني وش عفن يا بوت مرقة تاني هات مرقة من راسه مرقة طيب يا اخي والله يا انا 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 صدق بيعجبوني عارف بيعجبوني ليه؟ عارف بيعجبوني ليه؟ ليه؟ لانه ما موت اصله ما موت وش؟ اصله ما موت بيعجبوني اصلا وكان في زي العمل فيها زي ميت اخر الفيلم بيصحى والله لذيذين خلاص لذيذين يا اخي والله غناهم وفيلم عجيب وبعدك يترششوا لك بالالوان يا سلام شفت المسلسل الجديد؟ مسلسل هذا؟ المسلسل ال 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 المعرفنا والحاجة دي تركية كده بعربية مرحبة كده ويش هنا يا الوين رايح اي حق ايوة في فيها بيت كده لابسة هنا كده اها لا لا يا اها مكسيكي ما مكسيكي يا اخ ها فيه هنا فيه 257 حلقة لا حول ولا قوة سنتين الا حاجة يا زول والله دي قصة عجيبة يا مسلسل ما بيكمل كله مش؟ اي أيوة والله والله القصة عجيبة يا اخي والله شفت ناس بيتنا كلهم بيحلقوا لك فيهم ناس بيتنا شفت اتكلم معي شغل لك باي حاجة تجي دراما سودانية طق يقفلوا لك دراما سودانية وكشفوا لك؟ والله في زول شغال بها صلحة بيكشفوا دائما الدراما بتجي من برا ايوه يا اخي والله العظيم ده غير الافلام الكاراتيه يا زول مستهبلين يا زول والله افلام الكاراتيه دي حلوه حلا يا زول عجيبه يا صينية مثلا ده يقول لك ده ضربة الدبيب هاي وش
شوف يا اخي علمتنا لك الحاجات يا اخي بوش. اي والله ده غير بالسيوف. اي والله حلتنا الورا ديك. اي اشوفها يا بوته قالوا دارين يعملوا قبيله بجاي وقبيله بجاي يحاكوا المسلسل. اي بتاع قالوا اتريدون ان تذهبوا من مدينتنا وانتم اليوم ستموتون ساحاربك بسيفي هذا. بيو والله قصتنا قصة. أنا ما ذاك الولد قاعد من فوق. ها؟ والله العظيم الولد قرب يكسر رقبته. لا لا والله محاكاة تقيلة. قاعد من فوق صدق؟ ما خلوا لنا حاجة وأي شيء بنعرف لا. ها؟ أي شيء أي مسلسل يجي بيجيبوه لنا. ها؟ أي مسلسل صيني هندي. انت المسلسلات دي بيجيبوها لنا يعني رخيصه ارخص من حقتنا اللي هنا دي؟ ها؟ كانوا يجيبوا لنا المحليه دي والله قالوا المحليه مكلفه. المحليه مكلفه اكثر من البرا؟ اي 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 قروشها كثيره ونقتها كثيره تصوير وممثلين داخلين ومارقين يعني الموضوع ده بيجيبوه في شريط بيبسو. ايوه نظام يعني رخيص يعني رخيص. ها؟ رخيص يعني مسلسلات رخيصه. اي ما هم ذاتهم الدوله اللي بتبيع المسلسل بتاعها دايره تعرف ثقافتها دايره تعرض حاجاتها. لكن هسه احنا كلامنا ذاته ما نسيناه بس بقينا كلامنا كله. لا لا حبيبتي قبال يومين كان بيتحضر كويسه معي بتقول لي تعال يا جنه بدور ارسلك اشوف اظن بيفتحوا جنبها طوال المسلسل التركي ذاك. بس قوم يقول لي يا حبوبه قلت لك يا حبوبه بدك مني شيء؟ بدك مني حاجي؟ حولوا حبوباتنا بوظوها؟ لا حبوبة بوظوها؟ بس لا بوصل الحبوبة؟ حبوصلوا الحبوبات والخيلان والعمل قصة منتهية. بس احنا قلنا شفع صغار بالله الحبوبة ذاتها بوصلها؟ لا لا يوم انت عمك جابر مشى الإمام بتاع المسجد. هاي؟ قال لي يا أخي اسمع إيشاكم ده بيجي مع المسلسل ما تقدموا لنا وتأخروا لنا. القصة دي كيف؟ منتهية. ما في. لا حول. حسي شفت الحرامي اللي داري يسرق؟ ها؟ الحرامي اللي داري يسرق؟ لا تقول لي يجي بالليل ولا يقول لي يجي بالصباح. أيوة. اسمعوا عيد المسلسل. ايوه البيت كله انت تقول ما عمل اللون عمل ولا بتلفته ولا بزيحه وكلهم ما في اي حاجه يا اخي. قصه غريبه خلاص. آه والله في شنو؟ والله قصه غريبه. لا في شنو بس؟ ما التاثير. ها تاثير؟ التاثير يؤثر تاثيرا على. أيوة. التاثر. ايوه صح. نحن بقينا قاعدين ساكت في العراء اي حاجه عوق ازول هاي جنها دي كلها خلاص ثاني ما في لا حاجه خلاص. طب بعد فتره علينا بس نتكلم بس هاي هاي ما في حاجه. والله انا خايف يجي يوم هاي شو راح جاب وراح الصيني جابوا له الجديد قال جدع الريال كذا الريال عمل كشين كينج كينج سماه كشين كينج كينج ولده. يا اخي عندنا خال يا بوته قال في صيني اللي قال لي شعريه مش مدفقه جنب المستشفى قال بيقرا فيها شو مشي يا جماعه شو ماشي والله قصتنا بايظه شديد والله تعبانين والله بقينا قاعدين ساي. يا اخي انا ما وريتك ود مصطفى مع الرسله صينيه. لا يا مشيت ما ماسر جابها معاه في البيت. ايوه ابوها داره ثقيله. قال لي يا ابوي دي صينيه. دي صينيه صينيه مرتي دي صينيه. يا ابوي داره ثقيله قلت لك مرتي صينيه. صينيه مرانا اكل. صينيه من الصين. فروم تشاينا. From China, my grandfather. صينية. وينا؟ مرتي. أنت؟ هاي. كويس. المهم نقى معاه كده وفات. هاي. الولد فات ماشي يجيب الرغيف. هاي. لما جاء الصينية دارت تعمل مدخل. هاي. مع أبو الولد. هاي. بقيت أقول له شو تعشوه شو ما هي؟ شو تبع شو ما؟ قال لا بس ما تكبي فيه شطة. قصتنا بايظة. منتهين. ما في حاجة والله يبو لخبطين لخبطة شيء خلاص. اي والله يا سلام يا اخي. حلوة كيف دي؟ والله دي شفتها ما بتتحلى. ها؟ دي ما بتتحلى. دي نحن نبي نشوف لنا فولة كده يا حبيب. هاي. نضربها ولا فتة كده وبعد ذاك نشوف الأفلام وين نشوف المسلسلات وين. بس ما في أي حلقة غير كده. هاي. أرى يا عمي. يلا يا عمي.
يا خالد خلوه دي. هاي هاي تعال. ايوه ده شنو ده؟ ها ده شنو ده؟ ده مالي ستايل. ده ستايل؟ ايوه. واو اب علي ده ما ستايل يا خالد. كيف ده ستايل بتاع ما عارف ازاي اوصف لك ده شنو. لا شوفي شوفي الحركه الجديده. مشي ده اول حاجه لا بتاع الجل لقيت الجل حقه انتهى وقال لي شعرك ذاته قرقي دي ما بينفع فيه جل. خلاص اعمل له اي حاجه افرده اعمل له تبغى اي حاجه. هو قال لي المشروع ده ما ناجح معاك. انا ما فهمت قاصد شنو. طيب وين اللبس؟ انا قلت لك لو انت خجلان من الفنيله اللي هنا دي البس الجاكيت اللي انا خسرته لك معاي. ما يا مدى لبسته. البسه ثاني يا خالد. والله لبسته لبسته هو والستايل ده كله لبسته. يلا لما ماشي سامع لك عمك كبير اللي بيعمل اتلفتك قال لي والله جاي لك بيت يعني. هاي هاي يما والله مشتاقين. كيف حالك؟ الله يسلمك الله يبارك فيك. كيف اخبارك؟ الليله ما براكون. هاي هاي الليله اخباركم لابسين كدي؟ البرد البرد. هم هاي لا برد لا حاجه بس يجي قاعد لي انا اعمل كده بس تعمل كدي. الليله اظن ابوكم ولا امكم جايين الجامعه دي. انا ما قاعده هنا ببيع في دار دمتي دي وشايفاكم بعيني ديل. الليله الواتر بارد ما حبيت البس وعايزه غير شويه من ستايلي. لا لا اختي سمحت الجبال بتتكلمي. قلت لهم الليله ابونا جاي الجامعه. ابوكم جاي قالوا. والله واصلا انت ما هنا يعني احنا مشينا وجينا تاني قال لنا ابوي امر. اسكت هس انت اسكت انت انت خليك ما لبسك انا ما شايفاهم. يوم ذاك لما قلت لك تعال ارفع معايا الحفاظه في راسي الولد الساعه شال الحفاظه كان البنطلون وقع في الواطه. انا بس عشان امي بس قالت لي نحترمك بس والله كان ما كده. تحترمني انا؟ اي احترمك اهلك احترم اهلك القاعدين في الغربه اللي بيرسلوا لكم في القروش التعبانين فيكم الشقيانين فيكم. تحترمني انا يا ولدي؟ انت كم احترمت نفسك في الاول ما بتحترم زول صح ولا ما صح يا اولاد؟ اول شيء تحترم نفسك وبعدين تعال. دي اختك دي اختك مأمنينك ليها تسوق عيد الميلاد. والله انت ما جايبه خبري سايقاني. ها؟ يا خالد هاي بص انت وين انت انت اللي امك وصتك وسكنوك وخدتك هنا وقالت لك ابقى عشر على اختك يا اولادي. هوي اولاد هوي. ايوه اللبس ماله الزمان. والله والله الجامعات دي زمان البنات بيجن البقرن اثنين وثلاثه في الجامعه. جامعه الخرطوم الساعه يلبس الثوب الابيض كدي ويمشن بيهم في الجامعه. يا حليل زمان ويا حليل تعليم زمان. ها؟ ابا يا سي داك جرس في مرقوبي جابته لي. انت ما انت جبت لي المرقوب يا اولاد سقط لي ما نلبسه ثاني. لبسته الليله عشان ابوك جاي المرقوب. انت المرقوب اللي عرفك به وانت اللي عرفتك بالمراكيب واللي عرفتك يا يابا بالسودان بسقطت. انت احلاكم انتوا وما ستايل ذاته عشان انت جبتيه. يا خاله ها ده ستايل قديم اللي انت بتتكلم عنه ده؟ وينو الستايل القديم؟ التوب وما بعرف شنو. دي حاجات قديمه. حاجات قديمه؟ اها غادي آه. انت هسي امك حاجات لي هنا قالت لي البيت دي انا اللبس جايبه لها كله من السعوديه ما شاء الله جايبه لها لبس تمام لكن ما قاعد تلبسه. لبسك جابته لك امك خطيتي بان يا بيت. والله امي ما قصرت. هاي اخارتو اخارتو في واحدين من البيت يمرقوا بيه لبس وفي الشنطه شايلين لبس ثاني. هاي هاي صح. ايه ده امبارح لما ماشيين عيد الميلاد يلا امي قالت لي شنو؟ قالت لي خلاص اختك دي عشان تكون هناي كبيره وواعية لبست عبايه القدر ذيك. قامت ضربت لي زول جانبي العربيه قالت لي اركب. انا لقيت ورا هي ركبت قدام بس بعد شويه قامت لقيتها لما نزلنا لقيتها في بنطلونها. انت ولد يا ولد انت يا ولد يا ولد انت يا ولد اللي بتركب اختك قدام وانت بتركب ورا. ما صعبه؟ ها؟ صاحبه قالت لي صاحبه؟ اي انت خجل يا ولد انت؟ عدتني قروش يا هناي ادتك قروش ما صدقيه هو وصاحبه ذاك ذاته جاب لي الموبايل ده. اجي ما جاي خالص. هيا يا بهي هيا المغتربين وهيا الناس تعالوا راجعين احفظوا اولادكم واحفظوا بناتكم
احفظ اولادكم واحفظوا بناتكم، دي بحاله يا ولدي. انا يعني الهنازي انت مالك؟ انا شنو غلط؟ انت مالك؟ انت كله غلط، انت كله غلط، انت مع اخو، انت مع اخو. كيف؟ والله العظيم هي انا عشان صاحبي بس يا الاول ما ابوك يجي هنا ده اقول له بدي اشوف لها داخليه سكينه فيه والولد ده اتخذها وده مع اخو. ليه؟ ليه؟ هاي ليه؟ عشان ما بحب الداخليات والحاجات كلها الناس كده مع بعضهم كلهم كلهم في مكان واحد ما حلوه. طيب السكن الخارجي بس. طيب السكن الخارجي اخرجوا، انا خليتكم اخرجوا. ماشي وين؟ والله تعرف حاجه دي الليله بس الله اسمع هوي راجع بس كويس هوي. والله يا انا ما خلاص انا تاني ما عندي شغل في سلمان الجل بس اروح فتيتنا مع خاله. يعني الواقع واقع مرير شباب تايهين، الواحد يعني تلقاه لابس بنطلون يعني ما اصلا ما المفترض يلبسه كويس، وفلفله فلفله شعر واقع يعني بطال بطال جدا والله. يعني ده شيء مخجل جدا، انتوا شباب المفروض تحملوا الرايه يعني ورثوكم لها واعطوكم لها اجدادكم وتكونوا يعني غدوه للوراكم، مش تكونوا فاشلين عشان الوراكم يجوا فاشلين زيكم. يعني حقيقه والله العظيم انا شخصيا والله الحاجه دي مزعلاني جدا. بناطلين كيف واقمصه كيف وشعر كيف، يعني ما عارف انا الشيء ده بيستفيدوا من وراه شنو. المسؤوليه مسؤوليه الدوله ومسؤوليه شباب براهم. اول حاجه المغنين والمغنيات، الشباب بيقلدوا المغنين، واحد بيشوف فنان بيقلدوا اذا بيت اولد. ان احنا بنطلب من الدوله انه تتدخل عديل وتمنع اي لبس فاضح. المجتمع السوداني بصفه خاصه هو يعني بالنسبه للطلاب طلاب في الجامعات يعني الناس فقدت الحشمه وفقدت الغيره حقتنا، وبالتالي كدوله اسلاميه نحن مفترض نكون على قيمنا ومسننا الموجوده. انا بتمنى من كل يعني زول في السودان مفترض يكون عنده الغيره، او طالب او شاب زي ما الناس حكوا يكون عنده الغيره ويكون عنده مثلا القيمه الموجوده في السودان بتخليه انه تجبره الحاجات دي. عاداتنا السودانيه اللي بدات تنطمس او يعني تندحر نتيجه للافكار الغربيه اللي دخلت علينا، وكان هدفها اساسا انها يعني تفكك المجتمع السوداني وتنهي وجوده. فانا ما عارفه يعني الشباب نتيجة لمشاهدتهم للحياة دي يعني بدوا يتأثروا بيها كثير، ما بعرف من فلفلة للشعر أو كزبرتو من السيستم اللي بدقوه يعني. إحنا شباب يعني لازم نرجع لعاداتنا، نرجع لأجدادنا، نرجع لعاداتنا زمان، يعني ما نفلفل ما نسوي كلامنا ما صحيح يا شباب. نرجع للأول للأحسن، ما نفلفل الشعر ما نلبس كبابي، ولازم يعني لازم نرجع لعاداتنا القديمة. عليك عندك شنو؟ الأولاد؟ هاي؟ الأولاد ما خلاص يتأثروا بالمسلسلات دي وأي حاجة سودانية حقتنا رزفوها نهائي. ماما براهم على كيفهم، ده ما جيلهم، من حقهم يتأثروا بالآخرين ولا شنو؟ يتأثروا؟ أيوه يتأثروا لما نسوا حاجاتهم؟ ديال الناس ديال أساسا الناس اللي بيجيبوا لنا الحاجات دي قاصدين يطمسوا ثقافتكم، دي ما يخلوكم عندكم أي ثقافة سودانية. كيف يا خسر بقى نتكلم سوداني؟ أنت ماشية وين يا زولة؟ جاية من وين يا زولة؟ جاية من وين يا زولة؟ ولا تعال امسك العراس. اسمع تعال نزلك. الدراما اللي انتم متأثرين بها دي ذاتها. الدراما السودانية مالها؟ والله العظيم يا حلاتة فايزة عم سيب لما تتكلم كذي وتتكلم عن الدراما السودانية. يا حليل الفاضل سعيد. يا سلام. ولا الأستاذ عبد الرحمن الشملي لما يتكلم في الدراما السودانية يا ناس جنيتوا انتوا. الله يا محمد. قالوا النساء قديم وتاه. يا ونس ود المهدي. ود المهدي بشعر ذاك ها لا فوق لا فوق أيوة. ها لا فوق الفياض لفوق لا لا يا سلام دكين دكين لما يقول لك انت خايفه ماري خايفه من شنو؟ ابى اخاف عينك حتموت الليله قتلها والله يا سلام والله انا اشوف دراماتكم اشوفوا تعشوا ما تجيبوها الاعراس بتاعتنا دي يا محمد هاي الاعراس بتاعتنا دي بقت مختلفه. البنت اقول لك الليله الحنه حقتي دايره اعملها فرعوني فرعوني كيف؟ تجي لابسه اللبس الفرعوني لابسه التاج حق الفراعنه ده ولابسه الهرايه الحزام الطويل الماشي ذاك وعاد واللكر والشراب حتى يسووه فرعوني. لا لا شايلنا شايلنا اربعه انفار شفتي رجعنا زي زمان زي الملكه شايلنا
والما بيخجلوا قالوا بيدونهم 50 50 50 انا مالي مال اشيلها ب 50 50 ولا اقول لك حاجه كمان اليومين دي يوم ذاك مشيت اي عزبوني عزبوني ناس حسين جارنا مشيت عرس هذا العرس ما شاء الله وتبارك الله في صاله انت عارف انت عارف العرس جابوا الفنانين السودانيين غنوا ديك يا الغنى ايوه لما جات الدخلة حقت العروس ايوه جابوا واحد بغني باللغة الانجليزية كيف؟ بس يصرخ كده اسمه سلولي قال بس والعريس سيدي واو ايه فصالتي هي والعريس تلقى عنده صلع وهبل وما جايب للدنيا خبر والله يا محمد نحن ما فاهمين اي حاجة وبعدين شنو البتاع اللي بيقولوا عكده دي كان فيها دخاخين أي. ابو البيت قاعد وابو الولد قاعد وامه وابو الولد قاعدين بعاينوا ويصفروا ما بيخجلوا يا حليله يا حليله رقصة العروس بالدلوكة سوحي قليل الا بجنب بوحي قليل الا يا سلام ولا العادل وزين يا الله ليلى العادل وزين عادل عادل كيف عادل 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 يلا قولي قولي يا عادل ليلى العادل وزين والليلى العادلة يا رسول الله عادل والضريرة هنا اي هاتي تاخذي الضريرة بزلك قمت فيك الضريرة؟ هالضريرة شنو ما في ضريرة مع اللي هناي دي؟ والله يا سامي يا غايتي بشتنا بشتنا ولا العرس ذاته يا ولد هسي الشباب كلهم قاعدين بلا عرس العرس ما غلوهم اي والله الصالة بشيل فلاني ايوه والشيلة بشيل فلاني ايوه وكم ما جبت الصالة ب 100 مليون ما بتعرس الناس يلقوها وين ال 100 مليون دي عرسوا يا اخي دي قصتنا منتهية شديد يا اخي البنت اللي قاعدة تقرا جامعة يوم التخريج بتاع دار تتحنن ايوه يوم العرس تعمل شنو؟ اسكت ساكت ها؟ حنة ساهي؟ اي حنة البيت؟ اي حنة البيت خليها ها؟ الكلام الاولاد اللي بيتحنن وام علي وام علي وام علي وام علي وام علي ها؟ الاولاد واقول لك حاجة أي. العرسان ذاتهم العريس زمان مش بيحط له الحنة الجلوط دي كده في يده وفي كرعانه العرسان بيقرصوا بالحنة ب 3 مليون لا إله إلا الله محمد رسول الله حنة رسم عديك كده يا محمد والله دي قصة عجيبة يا قاعد كده وحاط الله براس من لو قاعد لا إله إلا الله الكلام ده حسيت غير المهاجرين العربات الأتوس والكامري والعربات دي كلها الأتوس شنو؟ وحاط الله العروسة جابوها يوم داك دي أقبلها في عربية سوداء أنقاية عديك كده جاب الا العربيات الامريكيه بعرف جابوها من وين يا اخي عيني انا متخرج دكتور اكون العربيه ماشيه مطلع رصيب القزاز وبعمل كده بالطاقيه بتاعت التخريج انا هعالج منو بعد ده ما لازم اعالج روحي عيني الرقيص والعربيات ماشيه ها ويصفروا والتخريج ذاته التخريج ذاته التخريج فوق حنه ايوه ها فوق حنه وتعرف فوق حفله التخريج لا حول ولا قوه هذه تكلفتها بكم لا اله الا الله كل الناس ما صدقوا قراهم عشان يجوا يساعدوهم كمان قاعدين عليك الله يا سامي انت زمان بتحضروا العرس كيف لما فنان يغني انا فنان زمان انت مثلا مره قديمه جاي تحضر العرس على الفنان الليله ها الليله هو ده الليله هو ده الليله هو انت تحضر العرس كيف بعين واحده بعين واحده هسه واحده قاعده عامله كده اول ما الكاميرا تجي بتعمل كده اي بشت انا اصلح عن ايوه اصلح على الكاميرا الكاميرا ما جات اي والله يا سامي يا غايتي يحلل يحلل عاداتنا يحلل تقاليدنا يا سلام يحلل الواحد لما يجي واحد عمه في الشارع يا عمي زيك كيف ان شاء الله طيب اشيل لك الحاجه دي واديها معاك حاسس يقول لك ده عمي زغ منه زغ منه يا عمي زغ منه زغ منه والله يتبشتلنا بشتنا ثقيله بشتلنا بشتنا السواد يا ولدي وفي المواصلات لما نلقوا مره كبيره اركب يا خال اركب بالراحه بالراحه حاسس يقول لك يا خال دقيقه يا خال عندي محاضره يا خال جليها يا خال جليها جليها قصتنا منتهيه والله قصتنا منتهيه والله منتهيه شديد يا اخ لا اله الا الله والله نعمل شنو؟ نعمل شنو عاد يا ولدي؟ ها؟ نحن لازم يكون في توعيه يكون في توعيه في الجامعات يكون توعيه في المدارس اي والله عشان كده نحن ما بنمرق من الكبه دخلنا فيها دي يا ولد والله العظيم الصراحه والموبايلات يا اخي بشتلنا شديد بشتلنا ساي ما في طريقه البيت كله تلقى تشبك 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 الا الاكل الاكل جنبه تشبك 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 لا في بسم الله لا اقول الحمد لله بس تشبك 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 البيت كله بقى تشبك 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 دي قصة عادي ولا المسلسل الحارسينو والله العظيم يوم ذاك جارنا مات وركت لي فاطمه يا فوق الحيطه أي. قلت لها روح يا فاطمه فلان ده مات قالت لي كم ما خلصت الحلقه الليله الحلقه الاخيره ولا بمشي ولا حاجه لا اله الا الله عندك ده كلام ده كلام ده كان مش بحنا بري زمان لما يقول لك في بكا الحله كلها لما يقول لك في عرس والله احنا نعوز كده في العواسه الساعه مين يقول لك تسمعي صوت السكري ده تشطط في النار تقوم جاري على البكا البكا ده يختلف هسه في البكا الواحد الجنازه جنبه الجنازه جنبه تلقى بالتليفون هاي والله ود عوض يتوفى هاي بيدفنوا فيه يا اخي القروش خدت عليه هناك قلت لك هاي هاي يا اخي
والاولاد بتاعيننا يوم ما تلقيتهم بيلعبوا في كوره الواد جاب جول مشى جنب الجماعه عمل لهم كده تك 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 ده شو ده؟ قالوا دي بيعملها لاعب كبير كده ولقيت اغلب بيزلي حلق يا ولد الحلق ده شو؟ قال لي يا زول كيف يا نيمار يا عمك نيمار يا هاي يا ما هو في الحلق انت ولا الشعر الشعر المنبنه الاولاد في البنات معافي الله يعلم في البنات مع شعر حده هنا واحدين ممشطينه واحدين مسرحينه يقولوا ده المشاط هذا عديك دي الاولاد بيقوا مشطون زي النسوان لا اله الا الله محمد لا كلام ده يا جماعه والله مشكله ها؟ لا اله الا الله نعمل شنو نعمل شنو يا سامي نسوي شنو والله ما بعرف انا غايته انا بس شيتكم ده حيرني بس حيرني ما عندي اي نايمه لا حول ولا قوه الا بالله غايته نسال الله سبحانه وتعالى السلامه ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هيا ناي ها خلاص سمع تمام عين في عمك كده كبير وشايفه كده اجيب اشوف ماله انت هاي تسحب اضرب لك انا زادي كيف ما يا عمك اي كيف تمام تمام لكن والله ما عاجبني الحال ها تمام لكن ما عاجبني الحال الحال يا تو لا يا اخي حالة الواتس يعني انا اشوف يا خالد انا ما ادرك تحاكي الاولاد ديل بس اي حاجه عملوها انت تعملها اي حاجه عملوها انت تعملها ما تبقى زيهم يا اخي خلوهم هم براهم بطريقتهم يا اخي ما تحاكيهم ما يا زول عمل تقليع عمل حاجه عمل هنا انت بس تحاكي طوالي كل مره مغير حلاقتك كل مره مغير ما عارف دار تلبس سلسل كل ده كله كلام فارغ ساكت بنطلونك ناصل لحد هنا ده شنو ده ما صح كده يا اخي ها انت يا عمو انا الحاجات دي انت بتعملها ليه دار بقى شنو يعني ليه انا عشان اشرب عليك واقول انت هذا كده خلاص زوج كويس يعني ولا شنو يعني عمو انا الموضوع ما كده انت وبعدين كده انا انت كويس انك انت عاجبني انت زوج شاطر وقراي ما شاء الله وراسك ملان ليه ابدا يعني الاكاديميات دي ما شاء الله بتقدمها ما عندك مشكله لكن سلوكك وحاجاتك دي انا ما عجباني يا اخي ما تتاثر بالحاجات البرده دي يا اخي ما يلا اذا كان انا بفتح التلفزيون بلقى المسلسل شغال بفتح في القناه الهنديه بلقاهم شغالين بعدين بفتح الكوره بلقاهم حالقين كده حلاقه يا هناي يلا اطلع برا القى زملاني كلهم كده بعدين لما ما اعمل زيهم بقول لي انت متخلف يا اخي عين الودع وبيمشي مع اخته هاي دي مع اختي ما امشي معها واسمع كلامها ما احترمها كمان هاي لكن اختك تحترمها لكن وتسمع كلامها في الحاجه الصح ما في الحاجه الغلط ما هي اختي بتحب الاستايل ما خلاص انت اقعد معاه فهمها قول لها يا اخي ان احنا الحاجات دي ما كلها بتجينا نحن بتاثر علينا ايوه نحن بنشوف التلفزيون بنشوف الواتساب بنشوف بنستفيد نشوف الحاجات الايجابيه في الحاجه دي يعني ما بس اي حاجه نشيلها طوالي ندورها معانا طيب لما نحن نعمل كده وين نحن وين اصالتنا وتقاليدنا وحاجاتنا وعاداتنا وسودانيتنا وين مشت لما نتابع اي حاجه كده ما خلاص بنكون مرقنا بقينا ناس ثانيين يا اخي كده بالطريق بعدين ما بنكون ناس ثانيين بقينا مسخ ذاته لانه حالين في ايديك ولا حالين في رقبتنا نكون ضايعين تاهين في النص ساكت يا اخي كده ما صح يعني انت لازم تعمل لك شخصيه يكون عندك مبادئ يكون انت يعني عندك عزه نفس انت عندك يعني انا ما عارف يا ولد اشرح لك الحاجه كيف لكن المفروض يكون عندك شخصيتك يعني انت بعدين تاثيرك ما تخليه سلبي خلي تاثيرك ايجابي ليه انت تتاثر بهم انت ما تعمل حقك خلون هم يتاثروا بك ما انا ما قاعد اعمل حاجه غلط انت قلت هسه صحبانك كلهم اي صح ان احنا تلفزيونات ما حنقدر نكفلها مسلسلات ما حنقدر نكفلها دي خلاص بقت ثقافه بقت حاجه دخيله علينا لكن كمان لو ما حاربناها وشلنا منها كويس وخلينا البطال حنتابعها كده حنضيع ساكت هسي انا ما فكرت هاي صح هسي انا ذاتي فكرت في كلامك اللي قلته ده وقلت اعرس بعد الجامعه طوالي هاي ده ما في مشكله هاي ده كلام صح العرس استقرار والعرس بيت والعرس اجمل حاجه دار عرس لينا سمحه والله سمحه لينا منو لينا يا اخي البنت ديك صاحبه اختي لا بعدين انت ما تعرس البنت لانها سمحه وخلاص يعني الجمال ده ما كله حاجه انت عارفها عارف اخلاقها عارف اهلها عارف بتعرف لها شنو لازم تتاكد منها انها زوله تمام وانها زوله اخلاقها تمام وانها زوله مستقيمه وانها زوله بتعرف الله كويس وكده ما تعرس من طرف ساي يعني مش سالتها منها يعني وعرفتها وخلاص يعني
سألت منها شنو؟ أول مبارح قلت لها دار عرسي. الكلام ده الساعة واحدة بالليل. طوالي جاتني بس انتافي في البيت. ساقتني مشينا شارع النيل. شربنا القهوة ورجعتني بيتنا. رجعت بيتنا الساعة 4 صباحا. تتكلم ساعي ولا جميل ده. دي هاد دار تعرسها؟ أيوة. عرستها؟ أي. طب تقول لها قلت لك الساعة واحدة هسي كان ضربت لها مشيتوا شارع النيل قعدتوا لحد الساعة 4 صباحا وجيتوا راجعين والله انت هامل ما هامل يا عمو والله انت هامل والله انت هامل وحياة اسم الله وحياة اسم الله انت هامل والله العظيم غلطانين نحن وغلطان المجتمع كله اللي بيخلي الحاجات دي تمشي فينا كده ساكت وظل انضم ما في حياة اسم الله انا اقول لك كلام انا عندي محاضرة مكالمة يا اسمع هاي هاي حبابك برجع عليك هاي انت والله ما عندك اوتوكيت كيف ما عندك انت يا اخي تختصر الزول كده اوتوكيت طوالي لا لا ده الناس الشغل ده الناس الشغل برجع عليهم هم عارفني ما تعمل التليفون سايلنت تعرف السايلنت لا 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 انا ما بقفل تليفوني ما بقفله لانه اي زول بيضرب لي برد له يلا عين انا داير اقول كلام هاي انا والله كلامك ده عجبني لكن المشكله بس في اختي لازم تقعدها اها لازم تنضم معاه اها ولا يا اخي ان احنا ليه الحاجات دي تاثر فينا ها ليه ال- 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 الناس يعملوا اي حاجه يحلقوا كده ان احنا دارين نحلق زيهم يلبسوا سلسل ان احنا دارين نعمل زيهم يلبسوا حقنه ان احنا دارين نلبس زيهم يلبسوا سيستم البنطلون مرخرخ ان احنا دارين نلبس زيهم ليه نحن نحاكيون ما نحاكيون نحن نعمل حاجتنا عشان ذاته نكون مختلفين عن الاقل يا اخي والله العظيم يا ولد سامي ست الدردومه والله لاقتنا وكلمتنا ونهرتنا وتكلمت شديد وانا كلمتها بشيل حاصل كله ويلا بس ما يعني جبت لما مشينا منها طوالي اختي قالت لي يا اخي ما تشتغل بون يا اخي لا 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 قالت لي ادتني سيجاره قالت لي اشرب شربتها طوالي مشينا راس الميلات لكن ده اكبر غلط من الليله هسه انت امشي اقعد بالراحه افكر في كلامي ده واتناقش معاها كويس وبالراحه بالراحه الحاجات بتجي كده بس لو بس لو شويه كده التفتت بس حته كده بس التفتت بس اديت الموضوع ده اهتمام بسيط كده انا متاكد انت هتمشي في حته ثانيه ايوه انا تذكرتها هاي اول زمان هاي قال لي شنو اختك دي كان كبرت قول لي عين أبوي بيمثل لي في البيت أبوي أسي مرك برا شوف ده قال لي قال لك شنو شوف يا بيت هاي أقسم بالله أقطع فيك شلوت جنسين وما قطعوا في البصرة لكن هذا ولا أسي خلاص أنا بمشي بجضم عليك في الموضوع ده أمشي لا ما تجضمها اتكلم معاه بالراحة تفضل تصدق عليك هاي تكلم معاه بالراحة عمل لها كده ما تكلم معاه بالراحة قلت لك خلاص أمشي تكلم معاه بالراحة خلاص تمام يا سامية هاي يا سامية اها قلت لي مسلسل شنو؟ قلت لك يا محمد هاي اول امبارح اها جيت بيتكم هاي في المسلسل اها لقيتك انت نعم ومرتك هاي وبنتك هاي واولادك هاي قاعدين كلكم في تلفزيون واحد بتشوفوا هاي معلومة دي الأسرة الكريمة This is my family وبتشاهدوا في شنو؟ في المسلسل التركي هاي المسلسل التركي ده ما فيه حاجات صعبه يا محمد كيف انت بتقعد وبنتك قاعده معاك وشوفوا المسلسل سوا ما بتخ لو بنتك ما بتخجل انت ما بتخجل اي والله صدقي يا ساميه والله ساميه صدقي انت مش بتشوفوا مع بعض اي معناها قاعده انت تشوفوا حاجات كثيره اي والله سبحان الله التلفزيون ده انا داير اقول لك حاجه اي انت لو بنتك دي ما بتخجل اخجل انت والله اقول لك حاجه نعم هسه انا في البيت نعم لما اجي التلفزيون واقعد واشوف في يعني في في, في شغل في في, في مسلسل كده اي وفيه مثلا انا عارفه المسلسل ده بيجيب فيه شنو لما نلقى ولدي الكبير قاعد ما بقعد معاه مع ولدي صح صح اخلي ولدي يتفرج براه وانا اتفرج براي اي والله اي والله يا في حاجات صعبه بتجي أيوة وبعدين الاطفال وبعدين المسلسلات التركيه دي المسلسلات التركيه دي ما داق عندنا بيت قالت هناي براها كدي براها ماشي عرس الراجل ده قلت لها قالت كيف ما عرسوه وفي المسلسلات التركيه الواحده بتكون اساسا والده وبيجوا يعرسوها لا اله الا الله ده شنو هذه والله دي مشكلة يا مشكلة والله مشكلة ده كلام ده هسي مشكلة ما هو عيني يا سامية أي دولة ما العالم كله بقى شنو عبارة عن قرية التكنولوجيا تطورت ولا والكمبيوتر يتطور أي شيء تطور أن إحنا مشكلتنا ما قادرين نفرز بين الخير والشر أو الحاجة السمحة والحاجة الكعبة هي ما ثقافة أنا الليلة ما أعرف ثقافة تركيا وأعرف ثقافة فرنسا ما معناته أحاكيهم ما معناته أبقى زيهم أشيل منهم السمح مثلا مثال يعني اشي مثلا زي النظافه بتاعتهم طبعا نظيفين النظافه نظيفين والله نظافه اقسم بالله اللي قلت لي خواجه ماشي بس كديسه لحساء امه بس كده ده كده بس شفتي عامل كده ده شفتك
ترابه ما فيه ماشي كده. اقسم بالله ممكن نقول يا اخي النازل والزهور مثلا مدينته تلقاها فيها زهور. أيوة. وفيها مثلا ورود وفيها مناظر جميله والنافوره. نحن ما بنعرف النافوره ما بنعرف لا. اول امبارح عندنا نافوره افتتحوها كده، ثاني يوم الشفع جابوا فيها الحمير، اسقوا الحمير في الماسوره. موضوع انتهى. نشيل الحاجه السمحه، الحاجه الكعبه نخليها لهم، الثقافه بتاعتهم زي علاقاتهم دي نخليها. نحن زمان والله يا ابوي قال لي العروسه اللي بدك تعرسها ولا بتشوفها، بس ابوها بيقول لك تعال يا ولد عمرك كم؟ والله يا ابوي 18 خلاص بكره عرسك. ها بكره عرسك بلح كده وبتاع. حنا امسك امسك امسك، يعني يوم تلقيت نون اولاد كده متزوج ما فاهم اي شيء. انت قلت النازل عندهم النظافه. هاي تعال شوفنا نحن. اها تعال شوف الوسخ المكوم في الشوارع. معلش. وتعال شوف الوسخ المكوم جنب خشب البيوت. معلش. الناس اللي بيقعدوا في المسلسلات دي كانوا اخذوا بس شفت اخذوا له كل زلمه اخذ لي 10 دقائق ونظف قدام بيته. البلد دي كلها ما بتنظف؟ بتنظف ولا ما بتنظف يا ناس؟ اي والله وحياه الله سبحان الله. ويا اخي تفيدة ولا الشافع الصغير اللي بيجيبوا له البلاي ستيشن بيلعبوا، والله لقيته بعين عمره زي سنتين ما بيتكلم ذاته، بيلعب فيه كده والطيارات بتضرب في الناس شو هو مبسوط. يلا ده لو كبر حيعمل لنا شنو؟ ده ما اول حاجه اول حاجه بدوك ابوه اول حاجه جد يقول لك ما هو شعب من صغير اتعلمت على العنف. ايوه احنا ما عندنا مشكله قلت لك في انه الطفل نتعامل معه كيف. يا اخي في اوروبا الطفل ده لو ادوه بيبسي ساي بيشيلوه منك. اديت الشافعي بيبسي يقول لك لا ما وصل مرحله البيبسي، جيبي 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 الطفل ده جيبي الطفل ده انت تكوركي بيبي ما في اي بيبي هنا اطلعوا منك بيشيلوه مش يربوه بطريقتهم يربوهن عشان بيعرفوا يربوهم. هاي شفتي وبعدين عندهم سيستم يعني عندهم حياه كويسه عندهم حياه الكعبه. يلا نحن بدورنا نحن كدوله افريقيه نشيل حياه سمحه بس يعني مثلا يقول لك المصارعه الحره اللي قلت لك وتنس بابي كده القصيروني بيعمل بيكشف كده قال شاف جوزيسينا طلع في الحبل بتاع المصارعه كده بيجي نط في زول كده يلا قوم انت تعال نط السرير بتاعهم بتاع اللوضه طلع فوق وقطعتهم طبعا بلاط الواد جاي من هناك ابو رويس ده مع الرويسه دش حس هو وامه الاثنين قاعدين في عوده الاطفال يا حاجه مالك قالت لي والله ده جوزيسينا شكيته على الله ها في عاد ده الشافع الصغير الشافع الصغير ما بتفرجيه الحاجه اللي بتخليه ياثر بها او يدعم بها في حياته. التلفزيونات دي ما بتشفر والقنوات دي ما انت بتختار القناه الدايره. ايوه نحن اطفالنا ناخذ لهم القنوات اللي بنختار لهم ما ناخذ لهم هنا. يا ساميه والله اللغه ذاتها يعني يقول لك يا جلوك اي يا وهمه أي. يقول لك شنو يا امك كشف له بق له وريه اهو ده شنو؟ ها يقول لك عمل حميل اكل كروب قال لي ابو شنو جلوك جلوك ده شنو؟ وبقول لي امي يا جلكينه يا وهمه يلا للبنيه قال لها البدي مانجا 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 والله شكله زي البرتقال هو وهم ما بيعرفه قلت لك الاسلوب وتلقى يعني بيقول يا محمد عشان نطلع من الورطه دي نحن نعمل شنو؟ احنا نعمل كالاتي اي الورطه دي ما بنطلع منها الا في حاله واحده بس نمسك الشباب نحن خلاص ما في اتعرفت خلاص أي. يعني عاد نقول جيلنا وجيل جيل غيرنا لا 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 بس نخليها للشباب الشباب برام يقعدوا مع نفسهم يشوفوا بعد 15 سنه العمر ما بيقعد كده لو الليله عمرك 20 بكره بيكون 20 ويوم يعني ما بيكون 20 بس ايوه باليوم وبالساعه أيوة. تحسبها كده بس ما حسبتها كده بتكون عندك صلعه وامورك جايتك وقع عليك ايوه امسكوا الشباب بس يوعون في المدارس في الجامعات في المعاهد للاطفال يبدو من الاول الطفل يبدو معاه من الاول الكبر ده يبدو معاه من السطر الثاني شوف الحياه دي ما شفت تجدد ولسه احتمال حجينا قالوا في عربات بتمشي بدون سواق قالوا يا زول والكهرباء بتخط المكوى كده تقوي براها الحياه ما شفت تطور أيوة. يا كمان غرقنا التك يا مرقنا اللي برا الا ان اقول لك الشباب انا اقول لك كلمتين الاخيره أه. بتعرف تنظم ايوه لكن بتقعد معاه بنتك في المسلسل الله يتي عشان ما عندك تلفزيون من الاول لكن والله نحن بنتعرض لمشاكل اجتماعيه كبيره ونحن اصلا ما مهتمين بها كثير فاغلب المشاكل الاجتماعيه هي ترجع لاسباب التنشئه الاجتماعيه انه التنشئه الاجتماعيه بقت ضعيفه والاهتمام من قبل الوالدين بقت ضعيفه فبالتالي خلقت لنا مشاكل كبيره من ضمنها انه في القابليه للايحاء بعد ما الشاب يكون او الطفل يبلغ مرحله الشباب انه لانه ما اتعود على اساليب اجتماعيه او على اساليب تنشئه اجتماعيه صحيحه فبالتالي هو عنده يكون عنده القابليه للايحاء فبالتالي هو يتقبل كل التقاليد بدون اي نقد التقاليد الاجتماعيه الداخله له من برا يتقبلها بدون اي نقد فبالتالي
يحصل له عملية بتاعت إنه يتخلى عن عاداته وتقاليده ويتجه لعادات وتقاليد أخرى غير هي ما بتمثله وبتخلى عن حياة كثيرة في المجتمع. فبالتالي هذه المشكلات بنتعرض لها من خلال تقبلنا للتقاليد والأعراف الأخرى، فنتجت لنا مشاكل كبيرة اللي هي إنه نحن بنتقبل الأفكار وبنتقبل الحياة السيئة من المجتمعات الأخرى. فلا بد على الشباب إنه نعالج المشكلة دي عن طريق أول شيء متابعة الوالدين للأطفال في إنه بيتفرجوا شنو وبيشوفوا شنو، وثاني شيء إنه لازم نهتم بالأطفال لأنهم الركيزة اللي بتقوم عليهم المجتمع، فلا بد الاهتمام الكبير بهم. وثاني شيء إنه نحن كشباب لابد عملية التوعية، لأنه الشباب هو أكثر الفئات التي يعتمد عليها المجتمع، فلا بد من تقوية عنصر الشباب، فبالتالي لكي يكون المجتمع يتمتع بالصحة النفسية ويتمتع بقدر كافي من الصحة النفسية. للأسف الشديد نحن يعني السودانيين بقينا يعني نتأثر بالعادات الخارجية أكثر من عاداتنا نحن، فللأسف إنه يعني معظم يعني الوالدين يعني ما بتابعوا الأطفال هم بيحضروا شنو في الأفلام الوثائقية، الأفلام مثلا هي أكبر من عقولهم، فعشان كده بيتأثروا بأساليب يعني شوية هي ما بتشبهنا إحنا كسودانيين، وبرضو الطلبة في الجامعات حتى بيستخدموا برضو أساليب هي يعني ما بتشبههم هم كطلبة. فأنا يعني بتمنى من كل أولياء الأمور إنه يتبعوا أولادهم هم بيحضروا شنو وشاهدوا شنو، فيتخلوا برضو عن يعني يحاولوا يتخلوا عن العادات الخارجية وما يتأثروا بها. العادات اللي قاعد تجينا وتدخل على السودان باعتبار أنه عادات دخيلة علينا نحن كسودانيين، دي والله عادات ما بتشبهنا نحن حقيقة ولا بتشبه شعبنا. نحن قبل ما نتكلم في المنطلق الإسلامي عندنا عاداتنا وتقاليدنا نحن كسودانيين، يعني بالضرورة نغتظ ونكون متمسكة يعني بكل العادات والتقاليد عشان أننا نقدر يعني نطلع جيل كويسة تقدر تقتني بمبادية بطريقة كويسة. الأمر ده إنه بيرجع لدور الأسرة في تربية الأبناء أصلاً، وبالتالي إنه نحن الأطفال دي لما يقوموا يشوفوا أخوانهم الأكبر منهم هم إنه عاملين الحاجات دي، بالتالي إنه يحاولهم يقلدوهم، وبالتالي إحنا دورنا بيكون في الأطفال أقوى لأنه هم أصلاً ذي، لكن إحنا ما حنقدر نتحكم فيهم زي ما إحنا بنتحكم في الأطفال، والأطفال ذي ذاتهم إحنا نراقبهم هم ونراقب أصحابهم. دور الأم هنا بتكون دور مهم جدا، لانها هي اللي بتكون دائما موجوده مع الطفل بتراقب التغيرات اللي بتحصل للطفل، ما زي الاب لانه بيكون اغلبيه الوقت بيكون في الشغل. لازم الام اذا عدت تعديل جيد وبتحضر لها محاضرات عن الارشاد وكيف يربوا الاطفال والطريقه ومتطلبات اي مرحله بتاعت النمو بتتطلب انه الاطفال يعملوا زي ده. وثانيا القدوه الحسنه، يعني انت يوم تكون شخص قدوة يعني الشخص الكبير لازم يكون قدوة حسنة من خلال يعني اعطاء الارشادات الكافية للأطفال.